أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم الأزهر الشريف للقيام بمهامه وأداء دوره على أكمل وجه. جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس الوزراء بمقر مشيخة الأزهر، وشهد هذا اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة الجديدة. كما أكد مدبولي أن الدولة لا تدخر جهدا من خلال التنسيق مع الأزهر في دعم الطلاب الوافدين وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجههم، فضلا عن تيسير مختلف شؤون المبعوثين الأزهريين ممثلين لمصر في الخارج. من جهته قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يستقبل آلاف الطلاب الوافدين من 106 دول حول العالم للدراسة في مختلف المراحل التعليمية، مؤكدا الحرص على توفير الطلاب الوافدين فرص للتعايش والاندماج في المجتمع المصري.